شكرا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على موسى رحمة العالمين. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجينا بها من الغنم والبركات. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبقوا بها استهلاك. اللهم صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحق كان بنا أقصى غايتي في حياتي وحياتي. وبعد لقاء طيب كل أسباب التوفيق والسداد في حمل وتحمل مسؤولية وعبء ثقيل لهذه المحافظة، يعني ذات الكثافة السكانية والأهمية العالمية. ونشكر جهود سيادتك الحقيقة في مواجهة العشوائيات ومشروعات قومية في كافة الاتجاهات. الحقيقة يعني بسعد دائماً بالتواجد مع معالي السيد الوزير محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف الذي أحدث طفرة نوعية داخل وزارة الأوقاف، حتى أصبحت هذه الوزارة يعني لديها مسؤوليات عديدة، مسؤوليات دينية ومسؤوليات أخلاقية ومسؤوليات اجتماعية ومسؤوليات وطنية ومسؤوليات محلية ومسؤوليات دولية. الحقيقة يعني كصاحب اهتمام بالشأن الوطني والديني، أتابع جهود وزارة الأوقاف وإنشاء مراكز عالمية وثقافية ومدارس لتحفيظ القرآن الكريم وطباعة كتب باللغات العربية والأجنبية. ولكن الحقيقة في هذا اللقاء الذي يعني سعادة بالغة أن أكون وسط هذا الجمع الهائل من السادة العلماء الأجلاء، ربما يعني لدينا مهمة وطنية وأخلاقية في وقت يعني تداعت كل القوى على المنطقة العربية والإسلامية، ونحتاج إلى جهود السادة العلماء لإعادة حالة التوازن مع النفس الإنسانية والبشرية، استعادة منظومة القيم الأخلاقية. مهمة السادة العلماء الأجلاء، يعني الشباب يحتاج أن يستمع إلى توجيه السادة العلماء. نتحدث كثيرا عن الخطاب الديني وعن الإصلاح، وربما لي مقولة أقول فيها أن كل الجهود التي تبذل من أجل الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والإصلاح الثقافي ربما تبوء بالفشل ما لم يكن في مقدمة تلك المنظومة الإصلاح الأخلاقي والإصلاح الديني. يعني بنأمل في جهود حضراتكم في وقت بالفعل الوطن يحتاج إلى جهود كل المخلصين، نحتاج إلى دعوة إلى الأمل والعمل. يعني ربما يعني حدث حالة من يعني الردة في القلوب بعدما يعني كان هناك هجوما بالغا على الإسلام والمسلمين، وبعدنا تماما عن الوسطية، وبعدنا تماما عن علوم التحلي والتخلي وتصفية النفوس. يعني أعتقد أن لدى سيادتكم مهمة في تلك الآونة، نتطلع إلى أدائها في ظل وجود معالي السيد الوزير محمد مختار الذي أثبت بكل المقاييس أنه رجل دين ودولة، وأصبحت الوزارة لها مكانة، ونستعيد مكانتنا والأزهر الشريف له مكانة في العالم كله. وأيضا الوزارة اليوم تؤدي مهام عالمية وتستضيف يمكن في مسابقة تحفيظ القرآن أكثر من 60 دولة، مسألة عظيمة جدا، وتواجد في العالم الأفريقي، لكن السيطرة الداخلية على المساجد، ويعني بس روح التفاؤل والرحمة نحتاج إليها في هذه الآونة.
كل دعواتي لسيادتكم بالتوفيق والسداد، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.